السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زميلتكم رغد منير من دفعة عهد. إن شاء الله رح نستكمل شرح محاضرات الفيزيولوجي لسيستم السي في اس. الدكتور بعت سلايدز للمحاضرة بس هم عبارة عن صور فقط، لذلك الحل الأفضل بالنسبة لنا حاليا إن نعتمد على تفريغ عهد. المحاضرة الخامسة بتعادل التفريغ السادس، وحأترك لكم لينك التفريغ للي بده يتبع أو يدرس عليه. فخلونا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محاضرتنا لليوم رح تحكي عن الاي سي جي او الاي كي جي اللي هو اختصار للالكتروكارديوغرام. فشو هو الالكتروكارديوغرام؟ الالكتروكارديوغرام او الاي سي جي هو وسيلة بنشوف وندرس من خلالها كهربة القلب. So it's a tool used to visualize the electricity that flows to the heart using a voltmeter and electrodes. هلا رح نحكي ليش voltmeter. طيب كيف أنا أصلاً بقدر إني أشوف أو أدرس كهربة القلب؟ كل هذا تحصل عن طريق قانون أوم اللي بيحكي لنا إنه إذا في عندي فولتج وفي عندي ريزيستنس رح أقدر إني أعمل إيش؟ current. I will be able to generate a current. طيب do we have a voltage أو resistance بالبادي؟ Yes we do. الفولتج is due to the action potential. إذن الأكشن potential of the heart بكون لي الفولتج difference. طيب هل أنا عندي resistance؟ yes عندي resistance بسبب body tissues. بما أنه عندي voltage وعندي resistance I will be able to generate a current. طيب أوكي هيك أنا حليت أول مشكلة، بس still ال heart is very deep in the human body. فكيف بدي طريقة أو بدي good conduction system for the current to be carried from the heart to the surface of the body. طيب شو هو الكوندكشن سيستم؟ لأنه أنا طبعا راح أحط الإلكترودز على السكن. شو هو الكوندكشن سيستم؟ هذا هو البادي فلويدز. طيب why البادي فلويدز؟ because the body fluids are very rich in electrolytes, sodium, potassium, calcium, chlor, etc. so it's a very good conductor لأنه it's rich in electrolytes and ions. تمام. So why voltmeter؟ حكينا إنه إحنا بنستعمل الفولتميتر لأنه using the ECG we are measuring the voltage difference. شو هو الجهاز اللي بستعمله عشان الـ voltage difference؟ هو إيش؟ الـ voltmeter. So we are measuring the voltage difference between two sides of an electrodes. أنه بالـ voltmeter حأوصل two electrodes which is generated by a current. قلنا الـ current هاي من وين جاي؟ from an action potential. تمام. طيب بدنا نحكي هلأ نشوف كيف يبين معنا مخطط الـ ECG وشو كل موجة أو كل ويف على الـ ECG بتمثل. في البداية بدنا نحكي إنه الـ ECG بيطلع على ورقة خاصة. هاي الورقة بتكون مقسمة لمربعات كبيرة large squares and small squares. Each large square is 5 small squares long. إذن كل large square بيكون مقسم ل 5 squares بالطول وبالعرض، فمعناته إيش؟ 25 small squares. طيب السكوير الصغير الواحد ال 1 small square is 0.1 centimeter long أو 1 millimeter long. فبما إنه أنا عندي باللارج سكوير 5 سمول سكويرز معناته اللارج سكوير is 0.5 سنتيمترز أو 5 مليمترز لونج. طيب في كمان شغلة بدنا نحكيها، الماكينة تبعت الاي سي جي بتطبع بسرعة معينة، السرعة اللي بتطبع فيها الستاندرد هي 25 مليمترز بير سكند. فإذا بدنا نحسبها 25 مليمترز بير سكند بيطلع كل مربع صغير من هدول is 0.04 seconds. بما إنه المربع الصغير واحد is 0.04 seconds معناته ال 1 large square is 0.2 seconds. تمام. فبس هاي أشياء بسيطة بدنا نبدأ فيها. فكمان مرة بالمختصر ال small square is 1 millimeter long and represent 0.04 seconds. ال large square is 5 millimeter long or half a centimeter long, long and represents 0.2 second. تمام. هلأ بدي أبدأ بالwaves. قبل ما أبدأ فيهم بدي أحكي نقطتين مهمات حكيناهم بالتفريغ الماضي رح نرجع نعيدهم هون، اللي هو إنه في فرق بين electrical activity والmechanical contraction. أول نقطة شو هي electrical activity؟ حكينا action potential excitation
وريلاكسيشن از يعني ان الكتريكال فورس اللي هي الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن، بينما الميكانيكال كونتراكشن اللي هو الكونتراكشن تبع المسل بحد ذاته احنا ما راح نحكي عنه هون. لما نحكي احنا عن اي سي جي احنا بنحكي عن الكتريكال اكتيفيتي، ما راح ابدا نجيب سيره الميكانيكال فورس او الميكانيكال كونتراكشن تبع المسل. ف بدنا نحكي كمان شغله، هذا اللاين اللي انا بشوفه هون بسميه البيس لاين وبعتبر قيمته زيرو، فاي ويف بتيجي فوق البيس لاين بنعتبرها بوزيتيف ديفليكشن، اي ويف بتيجي تحت البيس لاين نعتبرها نيجاتيف ديفليكشن، يعني كومن سنس، اللي فوق بوزيتيف اللي تحت نيجاتيف. نبدا باول ويف عندنا هون اللي هي البي ويف. بالبدايه اول ويف راح اشوفها هون البي ويف، بنلاحظ انه البي ويف مو هالقد كبيره، وهلا رح نحكي ليش، يعني مقارنه مثلا في هذه الويف اللي احنا بنسميها كيو ار اس كومبلكس او مقارنه في هاي احنا بنسميها التي ويف. البي ويف بتمثل الاتريوم ديبولاريزيشن، زي ما احنا بنعرف الديبولاريزيشن از ذا انتري of positive ions، لذلك positive ion عشان هيك ايش positive deflection، لانه عم بتصير شحنة ايش موجبة. بالتالي زي ما انتم شايفين هون عندنا positive deflection، ولاحظوا انه حكينا ايش depolarization مش contraction. كمان مرة لما يصير في عندي complete atrial excitation برجع للbaseline. طيب واي؟ لانه احنا حكينا انه مبدا عمل اي سي جي هو فولت ميتر او فولتج ديفرنس، فاذا كل الاتريومز ار اكسايتد معناته بطل في عندي فولتج ديفرنس، ما هو كله اكسايتد، عشان هيك برجع لوين؟ للبيس لاين. سو بصير في عندنا كومبليت بي ويف وان ذا اتريومز ار فولي اكسايتد، فبنرجع للبيس لاين. بعدها بنشوف كيو ار اس كومبلكس. شو بيمثل الكيو ار اس كومبلكس؟ الكيو ار اس كومبلكس بيمثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن، بما انه المسل ماس اعلى بالفنتريكلز من الاتريوم فراح يكون عندي مور سيلز تو بي اكسايتد، لهيك الويف زي ما انتم شايفين اكبر. هيا كيو ار اس كومبلكس. طيب حكينا الاتريوم ديبولاريزيشن ورحنا بعدها للفنتركولار ديبولاريزيشن، ما حكينا عن الاتريوم ريبولاريزيشن. اكشلي الاتريوم ريبولاريزيشن بيصير بنفس الوقت اللي بتصير فيه الكيو ار اس كومبلكس، بس لانه الاتريوم بنعتبرهم يعني فيري سمول ماس مقارنه بالفنتركلز وبنعتبرهم نيجليكتد، فايش ما بنشوفهم، يعني ايش يعني؟ يعني ماسكت باي ذا كيو ار اس كومبلكس. اذا الاتريوم ريبولاريزيشن اكرز ان ذا سيم تايم اوف ذا فنتركل depolarization، بس it's not seen لأنه it's masked by the QRS complex. ممكن نشوفها في حالات بسيطة زي مثلا في complete heart block، بس هون إيش ما بنقدر إن نشوفها نهائيا. طيب ونفس الفكرة لما يكون the ventricles are fully excited we go back to the baseline because now we don't have a voltage difference. طيب شو بتمثل لي التي ويف؟ التي ويف لها قصة وحنحكي عنها، بس بدي أذكر الفكرة باختصار. الـ T-Wave represent the ventricular repolarization. طيب هنحكي إنه repolarization ليش عم بتكون positive deflection، ليش ما تكون negative؟ الفكرة بالـ T-Wave وليش هي positive، لأنه إذا بتتذكروا حكينا بالمحاضرة الماضية إنه the first cell to be depolarized by ventricles is actually the last cell that repolarizes، وحكينا إنه اتجاه repolarization عكس عفواً الـ depolarization. so بحد ذاتها repolarization بنعتبرها عملية negative لأنه هي outflow of positively charged ion، بالتالي إني أرجع الـ negative potential تبع السل، في بحد ذاتها عملية يعني سالبي او نيجاتيف، بس بما انها عم بتصير في عكس الاتجاه نيجاتيف ونيجاتيف بيعطيني بوزيتيف، that's why we see the T wave as a positive deflection. تمام خلينا نشوف هو مكتوب عندنا هون. تمام الـ SA node excitation spread to both atria. When the atria starts to depolarize, the P wave starts to peak. When both atria are fully excited, we have what a complete P wave. The waves return to the axis. ليش؟ لأنه قلنا بيكون ما في عندي voltage difference, so no recording.
signals reach the AV node and the delay happens. The delay هون بيصير, but it can be seen طبعاً على ال ECG, so we still are on the baseline اللي هي بال PR segments. هلا رح نحكي عن segments كل هاي الأشياء وإيش بيصير فيهم. Signal transmit from the AV أو ال AV node to the His bundle reaching the Purkinje fiber where it will start to depolarize the ventricles. فلما يبلش ال depolarization لا ال ventricles ببلش ال QR His complex. When both ventricles are fully excited, we will get the complete QRS complex and the signal goes back to the baseline. Note the electrical activity spread fast in Purkinje fiber. زي ما انتو شايفين, very fast will peak تبعها عالي. Ventricles begin to appear to repolarize and the T waves appear. طيب هلا بحكي لهون على الاس اي نود والاي في نود. بقولنا انه ما بيطلعوا enough electrical activity ليبينوا على الاي سي جي, so they won't be detected here. الاس اي نود والاي في نود يعتبروا very small, فالالكتريكال اكتيفيتي او الالكتريكال سيجنال الناتج عنهم ما بتكون كافيه to be detected by the ECG او on the ECG, فما رح احنا نشوفهم. بقول لك كمان هلا بده يحكي هون عن السبب انه ليش التي ويف عباره عن positive deflection مش negative deflection مع انها هي repolarization. بقولنا the signal reach the ventricles and start depolarizing the ventricular tissue and cells, the signal will spread من الابيكس to the base and from the inside to the outside. وحكينا the first area to be depolarized or excited is the last area to be repolarized. And because of this, the T wave appears as positive deflection on the ECG, although it represents repolarization of the ventricle, which is opposite to depolarization, اللي هو QRS complex. كمان مرة بنرجع بنعيد على القاعدة الذهبية don't mix between electrical signal and mechanical contraction. What we are talking about is electrical only. We are not referring to any mechanics. يعني إذا إجا سألنا مثلا الدكتور ال B wave بتمثل مثلا atrium contraction, أكيد لا غلط, بتمثل atrium depolarization. بقولنا the atrium repolarization happens simultaneously with the ventricular depolarization and it's of small amplitude, thus is not shown except in abnormalities like complete heart block. حكينا عنها بتكون masked by the QRS complex. When all parts of the ventricles are excited, there is no electrical difference between them and the signal goes back to the line. حكينا عنها أو to the baseline. حكينا مثلا زي بعد ال P wave لما يكون ال atrium are fully excited, أو بعد ال QRS complex لما يكون ال ventricles are fully excited ببطل في عندي voltage difference برجع على البيسلين. When the signal is traveling through the conduction system, the AV node, the His bundle, the Purkinje fiber, we don't see it and we don't record it and the line goes back to the baseline. حكينا مثلا زي لما يصير AV node delay لما يكون عم ننتقل بال His bundle بال Purkinje fibers, كل هاي الأشياء احنا ما بنشوفها, بس بنشوف ال atrium depolarization وال ventricular depolarization and repolarization. تمام, فزي ما احنا شايفين الاتريال اكسايتيشن بيبلش اول اشي من الاس اي نود ليوصل للاي في نود. هون زي ما انتو شايفين بلش ايش ينتقل الاكشن بوتنشال من الاس اي نود تو ذا اتريال تيشو, فبلشت البي ويف. لما الاتريوم ار فولي اكسايتد خلصت البي ويف ورجعنا للبيس لاين. لما بلش بده ينتقل الاكشن بوتنشال للفنتريكلز وبلشوا الفنتريكلز يصير لهم depolarization, بلشنا نعمل QRS complex. When the ventricles are fully depolarized or fully excited, بيصير في عنا complete QRS wave وبنرجع للبيسلاين. ولما يصير في عنا repolarization للventricles بتتكون عنا T wave. So, خلينا نعيد P-wave atrial depolarization, QRS complex is the ventricular depolarization, with T-wave here ventricular repolarization, not contraction. نرجع ونعيد على هاي النقطة. تمام. Okay, خلينا نفصل أكتر شوي عن الECG. حكينا الويفز شو بيمثلوا, بس كمان في عنا مقاطع تانية إلهم مسميات. خلينا نشوفهم. أول إشي بدنا نتفق على إنه إذا عنا فترة تتضمن ويف بنسميها interval, أما إذا عنا فترة ما فيها ويف أو between two intervals بنسميها إيش segment. خلينا نشوف بالبداية في عنا ال PR interval. ال PR interval تبدأ من بداية ال P wave وحتى بداية ال QRS complex.
وليش سميناها الـ PR interval؟ لأنه الـ Q is very يعني small ومش دايما بنشوفها، فبنسميها PR interval. طيب شو بتمثل الـ PR interval؟ حكينا في البداية الـ P wave بتمثل الـ atrial depolarization، بس في عندنا كمان هذا النقطة الصغيرة، شو بتمثل الـ spread of action potential from atrium to the ventricles بما فيها الـ AV node delay والـ conduction system. تمام، هلا نروح للـ PR segment. الـ PR segment هي المنطقة الصغيرة هون from the end of the P wave to the beginning of the QRS complex. طيب ايش بصير في الـ PR segment؟ بصير في عندي الـ AV node delay. طيب اذا بنلاحظ الـ PR segment هي اصلا جزء من الـ PR interval، تمام؟ فهي ايش بصير فيها هون؟ بصير فيها الـ AV node delay. تمام، هلا بنروح لانترفال شوي طويل اللي هو الكيو تي انترفال، ونحكي شو بمثل الكيو تي انترفال. بتكون من الكيو ار اس ويف، التي ويف، وما بينهما اللي هي الاس تي سيجمنت. طيب شو بمثل الكيو تي انترفال؟ حكينا الكيو ار اس هي ايش؟ الديبولاريزيشن اوف ذا فنتريكل. التي ويف هي ريبولاريزيشن اوف ذا فنتريكل، معناته انا عندي الديبولاريزيشن اند ذا ريبولاريزيشن، سو وي هاف ذا كومبليت اكشن بوتنشال اوف ذا فنتريكلز. اذا الكيو تي انترفال بتمثل الكومبليت اكشن بوتنشال. تمام، هلا بدنا نحكي عن ال ST segment اللي هي من نهاية ال QRS complex to the start to the beginning of the AT wave. بتمثل هنا بتمثل ال full excitation of the ventricles، لأنه حكينا إنه لما يكونوا ال ventricles are fully excited بنرجع لها ال baseline. تمام، خلينا بس نقرأ شو حكينا عنها. بيحكي لنا عن ال QT interval beginning of the QRS complex until the end of the T wave اللي هي الاكشن potential. ST segment هي ال end of the QRS complex وال beginning of the T wave. Both ventricles بكونوا fully excited، so ما في عنا difference، بنرجع back to the zero line أو بمعنى آخر ال plateau phase. لأنه اللي بتذكر حكينا عن ال action potential of the cardiac muscles، حكينا إنه بيكون في مرحلة ال plateau. ال plateau is seen here in the ST segment. تمام، هاي حكينا عنها. هاي هون زي ما انتم بتشوفوا بيكون مقسم لتايم. هلا بده يحكي لنا عن النورمال تايم. طب هلا ليش بفيدني انا التايم وكل هاي الاشياء؟ ليش لازم اعرف انه مقسم لمربعات صغيره وكبيره؟ شو بفيدني تقسيم المربعات؟ بفيدني عشان يكون في عندي نورمال رينج. هلا لما يكون في عندي نورمال رينج رح اعرف انه اذا انا اتخطيت هذا النورمال رينج او كنت كتير اقل منه، معناته انا في عندي مشكله. فهو بحكي لنا انه بشكل عام الـ P wave والـ QRS complex والـ PR segment كلياتهم لازم يكونوا between 2 to 3 small squares، بينما الـ QT interval لازم تكون تقريبا 10 small squares أو 2 large squares. الـ full cardiac cycles بدايتها من الـ P wave لنهاية الـ T wave لازم تكون تقريبا 25 small squares أو equivalent to 5 large squares. بحكي لنا هون إنه الـ QRS complex which represents ventricular depolarization لازم يكون normally قديش؟ تقريبا 3 small squares، حكينا between 2 to 3 small squares أو 0.12 seconds، لأنه حكينا أو 0.12 seconds، لأنه حكينا إنه each small square is 0.04 seconds. هاي بتشوفوا هون مقسم لتايم. طبعا هذا حسب شو؟ حسب اذا كنا بنمشي على الستاندرد سبيد ولا لا. الستاندرد سبيد هي 25 مليمتر بير سكند. اوكي حلو، بدنا نبلش نحكي عن الـ ECG recording، وهذا الموضوع شوي ملفت بس بده شوي انتباه وشوي تركيز عشان نضمن انه احنا فاهمين كل شيء. طيب اجى عالم روسي assume that the heart is the center of an equilateral triangle. ال points تبعون هذا ال triangle are the far end of the right arm, the far end of the left arm and the left foot. But why the left foot؟ ليش ال left مش ال right؟ Because as we all know ال heart is tilted to the left, so it makes more sense. هو شو عمل؟ اعتبر انه انا في عندي an equilateral triangle، او ممكن يكون في عندنا هنا صورة توصف لنا افضل شوي. نعم
تمام، اعتبر انه احنا في عندنا equilateral triangle، اعتبر انه الهاد راح يجي في منتصف هذا الترينجل. شو رؤوس الترينجل هذا؟ right arm, left arm و left leg، وحط كمان على الرايت ليج اللي هو زي ايرث او جراوند الكترود عشان نفضي منها الشحنات، لانه اذا احنا بنوصل اقطاب مع بعض احنا ما بدنا يصير في عندنا مشكله او يتكهرب الانسان، فدائما بنخلي عندنا جراوند الكترود بيكون مربوط بالرايت ليج. تمام، هلا هذه الفكره الاساسيه. هلا بالاي سي جي انا بيكون في عندي 12 electrodes أو 12 leads، 6 منهم limb leads و 6 منهم chest leads. أول إشي بدنا نحكي عنه هو 6 limb leads. 6 limb leads مقسمين ل bipolar limb leads و unipolar augmented limb leads. في البداية بدي أبلش أحكي عن ال bipolar leads. إيش يعني bipolar؟ يعني إله قطبين أو نقطتين. خلينا نشوف شو هما. في البداية أنا بدي أبدأ، يمكن على الصورة أحسن. نعم، في البداية أنا بدي أبدأ من الرايت أرم، دائما حيبدأ من الرايت أرم. أوكي، أول ليد أو الليد 1 وصلنا الرايت أرم بالليفت أرم. أوكي، هذا الليد الأول from the right arm to the left arm. الليد الثاني من الرايت أرم، لاحظوا دائما نبدأ من الرايت أرم from the right arm to the left leg. هلا خلصنا الرايت ارم، مرة وصلناها بالليفت ارم ومرة وصلناها بالليفت ليج. طيب شو ضل الاشي ما توصل مع بعضه؟ الليفت ارم والليفت ليج بيكونوا لي ايش؟ الليد الثالث. طيب هذول ليدز او الكترودز لازم يكون في عندي قطب موجب او قطب سالب. الرايت ارم از اولويز ذا نيجاتيف الكترود، الليفت ليج از اولويز ذا بوزيتيف الكترود، بينما الليفت ارم بتكون بوزيتيف او نيجاتيف حسب ما من بوصلها. في ليد 1 لما اوصل الرايت ارم مع الليفت ارم اكيد تكون الليفت ارم بوزيتيف لانه الرايت ارم اخذت النيجاتيف اوريدي. لما بدي اوصل الليفت ارم بالليفت ليج بتكون الليفت ارم نيجاتيف. ليش؟ لاني انا وصلتها مع الليفت ليج وقلنا الليفت ليج دائما ايش؟ بوزيتيف. سو الليد 1 كمان مره نعيد بتوين ذا رايت ارم اللي هي نعتبرها نيجاتيف and the left arm بتكون left arm one positive. هاي الليد الأول. الليد الثاني this one the difference between the right arm، حكينا right arm is the negative pole and the left foot اللي هي دائما positive. آخر إشي الليد الثالث اللي هو the difference between the left arm نعتبرها negative and the left foot اللي نعتبرها ال positive. طيب شو فائدة هذا الإشي؟ حكينا إنه إحنا اعتبرنا إنه الهارت is the middle of this equilateral triangle، فالمفروض إني أنا جمعت الليد الأول والليد الثاني والليد الثالث شو يعطوني؟ زيرو. يكون الفولتج ديفرنس كليات أو السم تبع كل هدولة قديش؟ زيرو. وهذا اللي صار فعلا، وإحنا إيش بنسميهم مع بعض؟ indifferent electrode. خلينا نقرأ إيش بحكي لنا هون. If our assumption is right, which is that the heart is the center of an equilateral triangle, the summations of all forces will be zero. Therefore, if we take the summation of the three leads, this will be zero, which means if we connect the two arms and the foot to a voltmeter, the difference will be zero. وبنسميه الـ indifferent electrode. طيب شو فائدة الـ indifferent electrode؟ هلأ هنشوف. بدنا نحكي عن الـ augmented unipolar limb leads. هلأ احنا حكينا عن أول 3 leads اللي هم تبعوا اللي وصلناهم بالـ right arm والـ left arm والـ left foot. طيب قلنا احنا انه عنا 6 limb leads، حكينا عن 3 وهلأ بدنا نحكي عن الثلاث التانيين. بنسميهم augmented unipolar limb leads. طب ليش unipolar؟ ما هو أي شيء بدي أوصله بالفولت ميتر لازم يكون في عندي 2 electrodes. هلا بنشوف ليش بنسميه unipolar. بدي أخذ more leads أو 3 more leads بنسميهم AVR augmented vector right arm، AVL augmented vector left arm، AVF augmented vector left. طيب ما احنا وردي أخذنا right arm والleft arm والfoot، بس لا هون رح ناخذ بطريقة مختلفة. خليني أفرض أني أنا أخذت الـ AVR اللي هو Augmented Vector Right Arm، راح أوصل بالـ Right Arm أول إلكترود. طيب والتاني وين؟ شو هو الإلكترود التاني اللي بدي أوصله بالـ Voltmeter؟ بوصلها بالـ Indifferent اللي هو كم حكينا قيمته؟ زيرو. فإذا أنا عم بقارن شغلة في زيرو أنا شو عم بعمل؟ عم بحسب الـ Voltage Difference للـ Right Arm. طيب ايش هذا الحكي معناته؟ معناته انه من هون اجت تسمية اليونيبولر، لانه انا كأني بعمل comparison بكم؟ بالزيرو. فاذا انا قارنت الـ AVR مثلا مع الـ indifferent معناته انا عم بشوف
من الرايت أرم. إذا أنا قارنت الـ AVL معناته ليفت أرم، إذا أنا مقارن الـ AVF معناته الليفت فوت. وهذا بحكي لنا هون we will connect the left arm مع الـ interferent so we are recorded the signal on of the left arm compared with zero. هذا اللي هو FDL أو عفوا AVL أو الـ augmented vector left arm. The second one مثلا ممكن نعمل connection بالvoltmeter، أول واحد يكون من الـ interferent، الثاني من الـ right arm معناته إيش بيكون الـ augmented vector right arm وهكذا. بس هذا الحكي إيش technically أو عفوا theoretically. طيب practically إحنا إيش بنعمل عشان نكبر الـ difference أو نكبر الـ gap؟ اللي بنعمله إنه بنشيل اللي بدنا نحسبه من الـ indifferent. إيش يعني؟ يعني لنفرض إني أنا بدي أخذ الـ AVR مثلا الـ augmented vector right arm، بروح شو بعمل؟ مش المفروض إني أنا أوصل الـ augmented vector right arm بجهة وبالجهة الثانية بوصل الـ indifferent؟ لا، بما إنه أنا بدي أخذ تبع الـ right arm بشيل من الـ indifferent الـ right arm، يعني بترك بالـ indifferent الـ left arm والـ left leg أو الـ left foot وبشيل منهم إيش؟ الـ right arm. طيب ليش؟ عشان بدي أكبر الـ gap. طيب بحكي لنا الدكتور بده يعني يعطينا مثال، خلينا نفرض إنه بين الـ positive 2 and 0 أدي عندنا مثلا فرق بين الـ 2 والـ 0، عندنا بس 2، فعلشان هيك الفرق بيكون صغير. بينما خلينا نفرض إنه إحنا شلنا 2 من الزيرو، هذا يعني الزيرو كان مجموعهم كلهم، بخليني أفرض أنا إني شلت من مجموعهم 2، فصار بدل 2 إيش في عندي؟ نيجاتيف 2. طب أديش الفرق بين 2 بين النيجاتيف 2؟ صار في عندي 4 ديجيتس. فهيك إحنا كبرنا الـ different بيناتهم. فهذا theoretically أو الـ قلنا بنوصل بالانتفرنس، بس براكتيكالي عشان نخلي الانتفرنس بقرب بنوصلهم في التنين التانيين اللي انا ما بدي احسبهم. تمام، برجع بعيدين لهون باللي الليد 1 الرايت ارم نيجاتيف، الثاني الرايت ارم نيجاتيف، الليفت ارم بوزيتيف، ليد 2 رايت ارم نيجاتيف، ليفت فوت بوزيتيف، ليفت فوت دايما بوزيتيف، ليد 3 ليفت ارم از نيجاتيف اند ذا ليفت فوت از بوزيتيف. الليدز الاوجمنتد فيكتور رايت ارم، اوجمنتد فيكتور ليفت ارم، اوجمنتد فيكتور فوت ار يونيبولر ليدز بيكوز وان اوف ذا بولز ار زيرو. So you don't care whether the pole you are measuring is positive or negative. For example, if you connect the indifferent and the left foot, you don't care whether the foot is positive or negative. طيب إذا هون عم نحكي مين البوزيتيف ومين النيجاتيف بيناتهم بالـ AVR, AVL and AVF، مو كتير بيفرق معنا مين البوزيتيف ومين النيجاتيف، لأنه أنا بدي أحسب الفولتج ديفرنس، بما إنه واحد فيهم زيرو فما بيهمني إذا الثاني كان بوزيتيف أو نيجاتيف، أنا بالآخر بدي الديفرنس بيناتهم، يعني الديفرنس between negative 4 and 0 is the same مثلا difference between 4 and 0. بالأخير دائما قديش difference عندي 4 digits. هلأ بدنا نحكي عن chest leads. تمام، هلأ we have 6 chest leads، خلينا نشوف وين بنحطهم. أول واحد اللي هو ال V، طبعا بنسميهم V1 V2 V3 V4 V5 and V6. أول واحد فيهم ال V1 وين بحطهم؟ أول إشي تعرفوا أنتوا لما تحسبوا من عند الـ external angle of شو بتكونوا وين؟ عند الـ second rib. فبنبلش نحسب وننزل لوين؟ للـ fourth intercostal space على الـ right side of the sternum. حط هون الإلكترود الثاني، الأول عفوا، الإلكترود الثاني على الـ fourth intercostal space على الـ left side of the sternum. طيب هلأ الثالث بفشق شوي، بروح للرابع، الرابع وين بحطه؟ mid clavicular point اللي هي بنص الكلافيكل، mid clavicular point through the nipple وين؟ بالفيفث intercostal space. هاي حطيت الرابع، اذا الاول fourth intercostal space على الرايت side of the sternum، الثاني fourth intercostal space على الليفت side of the sternum، طنشنا الثالث شوي رحنا للرابع mid clavicular point through the nipple on the fifth intercostal space. هلا الثالث بحطه between the second and the fourth، بحطه بين ال V2 وال V4 over the rib. تمام، ال V5 بروح على ال fifth intercostal space anterior axillary line وبحطها، ال 6 أو ال V6 على ال fifth intercostal space وين؟ mid axillary line. فهيك بكون حطيت إيش؟ ال 6 chest leads. طبعا اذا بنلاحظ احنا عم نلف زي كأنه حوالين الهارت كيف هوريزنتالي،
إذن هون ببين ليش إحنا بنحط شوي ليش إحنا بنحط limplets وبنحط chestlets. limplets بيشوفوا لي الهارت in a vertical plane، أنا بشوف الهارت in a vertical plane، بينما هون بالchestlets أنا بشوف بhorizontal plane زي كأني بلف حوالين القلب. فلهيك مهم يكون في عندي limplets ويكون في عندي chestlets. طيب هلأ بحكي لي شغلة إنه ال V1 V2 بيكون نيجاتيف الكيوريس كومبلكس فيهم، ال V3 وكتير كتب كمان بيعتبروا ال V4، بس احنا هون رح نعتمد على الرسم اللي عندنا هون اللي الدكتور معطينا اياه من كتابنا. ال V3 equally positive و equally negative، V4 V5 V6 are positive. طيب ليش؟ طيب هلا رح نحكي ليش، وفي صورة رح نشوفها وان شاء الله نفهم الموضوع اكتر. وقلنا الالكتريكال سيجنال ان ذا ليفت فنتريك بتحكي لنا مثلا هون كمان شغله بيحكي لنا انه الالكتريكال سيجنال ان ذا ليفت فنتريكل از جريتر ذان ان ذا رايت فنتريكل، لانه في عندنا ايش جريتر مسل ماس، بالتالي مور سيلز ليعطوني الكتريكال اكتيفيتي، فاكيد راح تكون الالكتريكال سيجنال ناتج ليفت فنتريكل اكبر من الناتج من الرايت فنتريكل. هاي النوت الاولى. النوت الثاني بحكي لنا اف سيجنال از ترافلينج توورد ذا بوزيتيف الكترود ذن ذا بوزيتيف ديفليكشن اكورز. إذا عندي شحنة وهاي الشحنة موجبة عم تمشي باتجاه الإلكترود، معناته إيش راح يصير في عندي؟ positive deflection، رايحة للpositive electrode. أما إذا هاي الشحنة عم تروح away from the electrode it gives a negative deflection. spread of excitation of ventricles من septum to the apex، أول إشي هذا اللي بصير من septum للapex then spreads upward من inside to outside، اللي هو حكينا عنها في المحاضرة الماضية اللي هو كيف بنتقل الaction potential في الهارت. طيب هلأ هون عندي صورة بدنا نتفرج عليها رح تساعدنا باللي أنا بدي أحكي عنه. تمام خلينا نشوف هاي الصورة، نشوف كيف نكبرها شوي. أوكي سوري الصورة مش كتير واضحة، بس هذا أحسن إشي ممكن إنه نلاقيه. قلنا ال V1 وال V2 نيجاتيف، ال V3 وكتير مرات ال V4 بنعتبرهم إيكوالي نيجاتيف و بوزيتيف، V5 and V6 are إيش؟ are positive، وطبعا ال V4 معاه. طيب ليه؟ إذا بدي أرسم فيكتور يمثل محصلة الاكشن بوتنشال او محصلة الالكتريكال عفوا اكتيفيتي اللي بتصير في الهارت، راح ارسمه زي هيك. تمام طيب اذا انا اعتبرت انه هذا الفيكتور، حكينا انه الدي بولاريزيشن او الالكتريكال اكتيفيتي عبارة عن شو؟ عن بوزيتيف charge. ليش؟ لانه الدي بولاريزيشن عبارة عن انفلو او انتري اوف بوزيتيفلي charged ايونز. طيب خلينا نشوف اذا ليش ال V1 وال V2 عم بيصير لهم ليش عم بيكون عفوا نيجاتيف ديفليكشن. طيب V1 وال V2 اذا بنطلع على موقعهم جايين اقرب للسبتم والرايت فنتركل، فاحنا بنسميهم سبتال ليدز. طيب اوكي خلينا نشوف كيف بيكون اتجاه الاكشن بوتنشال بالنسبه او الالكتريكال اكتيفيتي بالنسبه للرايت فنتركل. هم عم فعلا هيك عم بنتقل الاكشن بوتنشال من السبتم، عم بنتقل لهون صح، من جوا لبرا جوا لبرا من جوا لبرا من جوا لبرا ومن تحت لفوق صح. معناته اذا عم تنتقل البوزيتيف تشارج باتجاه الفي 1 والفي 2، بس بالمقابل خلينا نروح للليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل عم بتحرك من برا برضو لجوا من جوا عفوا لبرا من جوا لبرا من جوا لبرا برضو من تحت لوين لفوق. طيب عكس الفي 1 والفي 2. طيب بس مين اكبر، الرايت فنتريكل ولا ليفت فنتريكل؟ الليفت فنتريكل. فاذا المحصله بتكون اقرب لجهه الليفت فنتريكل وعكس الفي 1 والفي 2، لهيك الفي 1 والفي 2 بيبينوا نيجاتيف. بالنسبه للفي 3 هي جايب النص بين الليفت فنتريكل وبين الرايت فنتريكل، وهي بتطلع على الهارت ان انتيرير فيو، فاحنا بنسميها انتيرير ليدز، وزي ما انتم شايفين كمان قريبه لهاي المنطقه، فهي لا أكتر عم تتلقى من الرايت فنتريكل ولا أكتر عم تتلقى من الليفت فنتريكل، فهي جاي إن بتوين. عشان هيك بشوف فيها بوزيتيف ديفليكشن وبشوف فيها نيجاتيف ديفليكشن بنفس الوقت. بينما بالليز V4 V5 V6 ثم إحنا شايفينهم أقرب لا الليفت فنتريكل، واتجاه الاكشن بوتنشال او الالكتريكال اكتيفيتي باتجاه الفي 4 والفي 6، لهيك رح يبينوا عنا
ايه بوزيتيف، وهذا الحكي اللي بحكي لنا هون. الرايت فنتريكل بالفي 1 في 2 الرايت فنتريكل جوز توورد الالكترود، يعني عم بيروح لعندهم الالكتريكال اكتيفيتي عم بتروح باتجاه الالكترود، سو بوزيتيف بت ات هاز ا ويكر الكتريكال سيجنال سو سمول بوزيتيف ديفليكشن، اللي هو هاي اللي احنا شايفينها عفوا هون، فيري سمول بوزيتيف ديفليكشن. And the left ventricle goes away from the electrode and it has a stronger electrical signal so large negative deflection. عشان هيك ال V1 وال V2 are considered negative. بالنسبة لل V3 بقولنا we have equal deflections positively and negatively which is explained by the position of the V3 over the septum. تيجي حكينا over the septum تتفرج على الهارت من anterior view which is halfway between the two ventricles and has equal electrical signals in magnitude but, but opposite in direction. Which gives equal positive and negative deflection. عشان هيك إذا بتتفرجوا هون على V3 positive و negative يعني equal positive equally negative. بالنسبة ل V4, V5 and V6 the electrical signals coming from the left ventricles are headed toward the electrodes which gives a large positive deflection. While the right ventricle signals are away from the electrode which gives a small negative deflection. زي ما انتم شايفين very small negative deflection بس إيش very large positive deflection. So we can conclude that the position of the electrodes on the chest determines the deflection seen on the ECG. Towards positive, إذا عم بروح باتجاه الإلكترود بيكون positive deflection, إذا away بيكون negative. And the left ventricle has greater deflection because it has electrical signals stronger than the right ventricle due to the larger mass or muscular mass. طيب هلا بقول لنا moving to the current in the heart. There must be a vector. لازم يكون في عندي vector يمثل the summation of all the electrical forces of the heart. There must be a vector that represents the sum of all electrical forces in the heart throughout its chambers. As might be expected, the atrial vectors are ignored. ليش؟ أو neglected لأنهم small compared to the ventricular vectors. This vector is a line passing through the base and the apex depending on the direction of the heart. This will change the electrical axis. هلأ في عنا إشي بنسميه الالكتريكال اكسس او السيركل اوف اكسس اللي هي الموجوده هون. هلا حكينا احنا بنوصل اكتر من ليد صح ولا لا؟ كل ليد من هدول له زاويه معينه. مثلا الاي في ار احنا كنا نتفرج على الهارت من وين؟ من الرايت ارميل. هاي نعتبر الهارت هو السنتر اوف ذا سيركل، احنا كنا نتفرج من الرايت ارم دغري وين؟ على الهارت. فكاني بتفرج على الهارت من زاويه ماينس او نيجاتيف 150. بالنسبه للاي في ال انا كنت عم بتفرج هي على الهارت من الليفت ارم، فزي كأنه شو عم بتفرج عليه بزاوية نيجاتيف 30. بالنسبة للاي في اف زي كأنه كيف عم بتفرج عليه بزاوية 90 بس من وين؟ انفيريرلي. تمام. هلا بالنسبة لللمس الليد عفوا 1 و 2 و 3 اول واحد كان من الرايت ارم تو ذا ليفت ارم، كأني بتفايل الليد 1 كأني بتفرج على الهارت من وين؟ من 0 ديجري. بالنسبة للليد 2 كان من الرايت ارم لوين؟ للليفت فوت، فكأني بتفرج عليه من وين؟ من زاوية 60 inferiorly. بالنسبة للليد 3 كان من الليفت arm لوين؟ للليفت leg، فزي كأني بتفرج عليه بزاوية كم؟ 120 برضو inferiorly. فبحكي لنا إذا جمعنا كل هذه الزوايا اللي إحنا نتفرج فيها على القلب رح نطلع ب فيكتور. هذا الفيكتور رح يكون السميشن لكل الالكتريكال فورسز تبعون الهارت. طبعا therefore by calculating the electrical axis of the heart we can know the direction of the heart which is oblique toward the left in the majority of people. وفي بحالة بنسميها تكسروكارديا بيكون toward the right، بيكون الهارت ايش؟ toward the right مش toward the left. ايش بنسمي هالحالة؟ dextrocardia. اذا بنقدر نعرف اذا الهارت is to the left او to the right عن طريق الفيكتور of the heart تبع السيركل of axis. طيب اذا this is the normal ventricles, normal right ventricle, normal left ventricle. As we all know the left ventricle is larger or bigger in mass than the right ventricle. So طبيعي انه يكون الفيكتور او الاكسس مايل اكتر لوين؟ لليسار. او في حالتنا احنا هون مايل اكتر لوين؟ لليمين. لانه احنا لما نرسم الهارت بنرسمه زي ما احنا بنشوفه، هاي الشمال وهي اليمين. تمام. ما بنرسمه انه والله الشمال عشمال واليمين يعني مين، لا رح نرسمه زي ما احنا حنشوفه لو احنا عم نطلع عليه. حنشوف الليفت هون حنشوف الرايت هون، فهذا السهم لوين رايح؟ رايح اكتر لوين؟ لجهة اليمين. فهذا ايش؟ النورمال فنتريكل. هلا بيحكي لنا
The benefit of knowing this is that you can find the myocardial hypertrophy أو ventricles through the V leads اللي هم chest leads. As you know, in the ventricles we have two forces, one going to the left and one to the right. Of course, طبعا the bigger mass اللي هي left ventricles will have a larger force. So if the right ventricle enlarges, the axle will shift to the right and it's called right axis deviation. اللي بيحكي لنا هون إذا صار في عندي right ventricular hypertrophy يعني ال right ventricle صار له enlarging زادت الماس تبعته, the axis will shift to the right. فإيش بنسميها right axis deviation؟ هي it shifted when to the right. It shifted to the right طبعا حسب شو, حسب الهارت, بس احنا عندنا على الورقة شايفينه أكتر وين, شايفينه انه shifted to the left, بس هو بالواقع shifted لوين, to the heart, يعني عشان ما تخربطوا لما تتفرجوا على الرسمة. اوكي تمام. هلا the strength of the amplitude depends on the muscle mass. If you think about it, as the muscle mass increase there are more muscle fibers to be depolarized and thus the victory is greater. تمام, فحكينا إذا صار في عندي right ventricular hypertrophy بصير عندنا إيش right axis deviation, عم بيروح أكتر باتجاه الرايت. طيب خلينا نفرض إنه صار في عندي left ventricular infarction. إيش يعني؟ يعني صار في عندي هون مثلاً جلطة وإشي وصار في عندي ischemia infarction بالleft ventricle, فرح إيش هذا يصير كله ضد التيشو اللي هون حيموت, فذكى إنه صارت الماس هون أقل compared to the right ventricle, فبرضو رح يصير في عندي right axis deviation. ف right axis deviation ممكن أشوفه بال right ventricular hypertrophy أو left ventricular infarction. هلا إذا صار في عندي hypertrophy لوين؟ لا left ventricle, يعني left ventricle صارت الماس تبعته أكبر لسه من ما هي أصلا, رح يطلع عاد كمان لفوق, يعني رح يزيد أكتر towards بالنسبة لإنه على الورقة right بس هو في الواقع left, فيصير إيش في عندنا left axis deviation. تمام, as we know each lead has its own vector, كل lead له vector خاص فيه. We take this vector and we compare it to the circle of axis shown in the picture to find the sum of the vectors. For example, lead 1 is at 0 degree, حكينا lead 2 is positive 60 degrees and so on. فبيحكي لنا انه في normal range وهي normal range بتختلف من كتاب وكتاب, so we can take it to be from negative 10 to positive 110 degrees. احنا بنعتبر انه النورمال للفيكتور تبع الهارت اللي هو اللي عبارة عن summation of the of all the electrical forces انه يجي between negative 10 اللي هي هون تيجي تقريبا ل positive 110 هون, يعني خلال هاي المنطقة اذا كان في اي منطقة من هدول ضلنا معتبرين انه لساتنا احنا وين بالنورمال رينج. When the vector moves to the right, we have left ventricle deviation. حكينا عنها. قلت لكم right بالنسبة للورقة عشان ما تخربطوا. إذا راح أكتر للright يعني عم بروح أكتر لهون, إيش بيكون في عنا left axis deviation أو left ventricle deviation. And when it moves to the left, we have right ventricle deviation. هلأ بيحكي لنا هون بالright axis deviation معناته إنه بيصير أكتر من positive 90 degrees. Left axis deviation is between negative 90 add negative 30 اللي هي هاي المنطقة, نعتبر انه احنا صار في عنا left axis deviation بهاي المنطقة, نعتبر انه صار في عنا right axis deviation. هلا اكيد رح يصير حدا يحكي ما احنا قلنا انه من negative 10 النورمال, معناته مفروض من negative 10 لنegative 90 يعتبر انه left axis deviation. الفكرة هلا حكينا انه بيختلف من كتاب لكتاب, وهذا اخدين هاي المعلومة هم من جوجل, بس مش كتير مهمة هالارقام. اللي بدنا نعرفه انه من الصور نشوف في left ventricular hypertrophy شو بتعمل left axis deviation مثلاً, in right ventricular hypertrophy شو بتعمل right axis deviation مثلاً, left ventricular infarction right axis deviation. خلينا نفرض طيب إنه مثلاً right ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy يعني ماتت ال right ventricle, يعني راحت, يعني صارت قوة ال left ventricle أكبر بالنسبة ل right ventricle, معناته برضو بشوف left axis أو ventricular deviation. طيب هلا بدنا نحكي هون عن شغلة حكينا احنا انه اذا كان في عنا positive charge عم بتروح towards a positive electrode رح يصير في عندي positive deviation. حكينا اذا ال charge عم بتروح away from the positive electrode يعني عم تبعد عن positive electrode وعم بتروح باتجاه negative electrode رح يصير في عنا negative deviation. حكينا مثلا عن ال T wave انه احنا نعتبرها negative او اشارة negative, نعتبرها negative force.
بس لأنها رايحة بالاتجاه المعاكس، رايحة باتجاه النيجاتيف إلكترود، نيجاتيف آن نيجاتيف بيعطيني بوزيتيف، عشان هيك شفناها بوزيتيف ديفيشن. وهذا البرجع بعيد لنا إياه هون، بيحكي لنا As you know, when depolarization occurs, positive charge enters the cells. Now, from here, the cations will move throughout the gap junctions between the muscle fibers, causing their depolarization. إذن بتبلش بتفوت ال positive ions على one cell وبتنتقل من خلال the gap junctions to the other cells to depolarize it. And so on, طبعا. This can be represented as an electromagnetic force. The larger the layers of the cardiac muscle, the greater the force. طبيعي. وإلا إذا عم نحكي إنه left ventricles لأنه فيها muscle mass أكبر من right ventricles، بناخد منها electrical activity أكتر. So depolarization wave has a positive charge. Depolarization entry of positive ions, so positive charge أو positive vector. Repolarization wave has a negative charge أو negative vector. ليش؟ لأنه هي عبارة عن ال outflow of positive charge، يعني أنا عم برجع ال negative charge اللي كانت أصلا. From here come the most important rules. If a positive vector faces towards a positive electrode, then the positive vector يعني depolarization towards a positive electrode، لأن حكينا مثلا إنه ال right R مثلا هي نيجاتيف إحنا نعتبرها، بينما مثلا ال left foot دائما بوزيتيف. إذا مثلا عم نمشي إحنا باتجاه ال left foot مثلا، يعني بمشي باتجاه positive electrode، then the ECG will deflect positively. عادي، في نيجاتيف فيكتور اللي هو مثلا زي repolarization faces a negative electrode زي مثلا ال right arm and it will also cause إيش؟ A positive deflection. ليه؟ لأنه negative and negative positive. On the other hand, repolarization is the entry of negative ion and thus the electromagnetic vector is negatively charged. And as explained above, if it faces a negative electrode, then a positive deflection will occur. حكينا negative, negative, positive. And if it faces a positive electrode, then هي ماشي بطريقة على positive electrode, then a negative deflection is shown. هاي اللي هي الـ basics of ECG. طيب remember when the cells are at rest they are negatively charged relative to slightly positive environment. قلنا بالشكل الطبيعي بالرست بتكون الـ cells هي negative والـ environment اللي حواليها هي الـ positive. And there is no difference in charge, no current, no deflection and the signal is at the baseline. مع أنه ما في عندي electrical activity عم بتصير أنا في الرست، فما رح أشوف ولا إشي، ما رح أشوف deflection لأنه أصلا ما في current. تمام؟ When all the cells are completely depolarized أو completely repolarized برضو ما رح يكون في عندي difference in charge، فبرضو برجع على ال baseline. حكينا عن هذا الإشي لما يكون ال atriums are fully excited, the ventricles are fully excited، بنرجع على ال baseline. طيب moving on، بدنا نتفرج على هاي الرسمة وبدنا نعتبر إنه إحنا عم بنشوفها بالليتو. طيب هل إحنا حكينا إنه في عنا 6 limb leads وفي عنا 6 chest leads؟ يعني المفروض إني أنا لما بدي أتفرج على الهارت يطلع عندي على الإي سي جي 12 رسمة مختلفة، أو أنا إني أتفرج على 12 different leads وأقرأ كل lead من هدول. فإحنا إذا شفنا ECG مكون بس من ليد واحد، هذا الليد في العادة هو ليد 2. فالشرح اللي أنا بدي أشرح هون رح نحكي عن الليد 2، هو الإكزامبل تبعنا. طيب خلينا نبدأ أول إشي في الـ P wave اللي هي الـ atrial depolarization. هلأ إحنا حكينا الليد 2 من وين؟ من الـ right arm to when to the left foot. خليني أحاول إني أكتب هون. أوكي، هذه النيجاتيف تمام، وهنا الليفت فوت بنعتبرها شو؟ البوزيتيف. وخليني ارسم المين فيكتور اوف ذا هارت، هذا المين فيكتور اوف ذا هارت تمام. اوكي، في البدايه انا عم بروح هاي الاس اي نود، بدي اروح مينلي لوين؟ للاي في نود، يعني هذا اتجاه حركتي مينلي تمام. اوكي حلو، انا الديبولاريزيشن عباره عن شو؟ انتري اوف ايش؟ اوف بوزيتيف charges. عم بدخل positive ions لوين؟ للسل. هلا طبعا الاكشن بوتنشال بنتشر هون قاعد والالكتريكال اكتيفيتي لكل الاتريومز، بس مينلي لوين؟ للاي في نود. positive charge رايح لوين؟ للبوزيتيف الكترود، معناته بتعطيني البوزيتيف بي ويف تمام. اعذروني على الرسم. بعدين هون الاتريومز ار فولي اكسايتد كلهم، نرجع لوين؟ للبيس لاين. حلو، هذه ايش البي ويف. طيب هلا وصلنا للاي في نوت، هون حكينا بصير ديلي. هاي الديلي انا ما بشوفه، بس هي هون بتتجمع البوزيتيف بوزيتيف تشارج هون، بس ما بصير ولا ما بشوفها الديلي هاي هون، وتكون موجوده بالبي ار سيجمنت. طيب
هلأ أنا شو روحت بدي أنقل عن طريق الـ bundle of his للـ left branch والright branch of the bundle of his. طيب ليه رسم لي هذا السهم؟ في شغلة بدنا نحكيها اللي هي لطيفة وملفتة للاهتمام، إنه actually في السبتم في الانترفنتريكولر سبتم الاكشن بوتنشال مينلي بنتقل من الليفت تو ذا رايت، يعني التشارج بتنتقل من الليفت تو ذا رايت، تمام؟ فهيك اتجاه انتقال الالكتريكال اكتيفيتي او الالكتريكال فورس توورز ذا رايت اند سلايتلي ابورد، تمام؟ هيك بصير انتقال الالكتريكال اكتيفيتي بالسبتم. طيب معناته مقارنة هي بوزيتيف انرجي، تمام، بس هل هي رايحة towards البوزيتيف الكترود؟ لا، هي عم بتروح to the right to the right وslightly upward كمان، معناته هي اكتر رايحة جهة وين؟ جهة النيجاتيف الكترود، هي عم تبعد عن البوزيتيف الكترود، عشان هيك بيطلع عندي ال very small Q negative deflection. زي ما انتو شايفينها ال Q negative deflection اللي كتير صغيرة هي عبارة عن شو؟ ال action potential او ال electrical flow وين بالسبتم. حلو، خلص وصلنا وانتقل ال action potential، وصلنا لوين؟ وصلنا لل ventricles نفسهم. حكينا انه اول كيف بنتقل ال action potential inward to outward، صح؟ من جوا لبرا، من جوا لبرا، تمام. ومين قلنا اقوى، الرايت فنتريكل ولا الليفت فنتريكل؟ الليفت فنتريكل. فايش راح يكون السميشن او المحصله؟ اكثر راحه تورد الليفت، لانه المسل ماس اكثر بالليفت فنتريكل، وزي ما احنا شايفين من انورد تو اوتورد هيها هي بوزيتيف، بوزيتيف فيكتور رايح باتجاه البوزيتيف الكترود، فبعطيني الار ويف، تمام. طب ليش في عندي السمول اس ويف؟ من وين بتيجي السمول اس اللي هي عباره عن نيجاتيف ديفليكشن؟ هلا حكينا بعد ما ينتشل الاكشن بوتنشال او الالكتريكال اكتيفيتي انورد تو اوتورد بتبلش تطلع وين؟ ابورد، صح ولا مش صح؟ صح. فبما اني انا عم ببلش اطلع ابورد، هي بوزيتيف تشارج عم تبلش تطلع upward باتجاه النيجاتيف بول، فايش بتكون عندي السمول نيجاتيف ديفليكشن اللي احنا بنسميها الاس ويف. طب هيك صرنا حكينا عن البي ويف، سوري، اوكي، حكينا عن الكيو ار اس كومبلكس، اوكي. هلا بدنا نحكي عن التي ويف. طيب هلا حكينا هيك صار عندنا شو؟ ديبولاريزيشن. هلا بده يصير عندنا ريبولاريزيشن. حكينا الريبولاريزيشن بصير شو؟ بالعكس. هاي الريبولاريزيشن أول إشي، خلينا نغير اللون. طيب الريبولاريزيشن في البداية هو إيش؟ يعادل نيجاتيف إنرجي، يعني إيش نعطي رمز نيجاتيف بدل بوزيتيف، وهو بده يمشي عكس ال عكس الديبولاريزيشن. معناته كنا الديبولاريزيشن from inward to outward، هون رح يصير عندي العكس from outward to inward، عكس ال depolarization هو نيجاتيف. فأنا وين عم بطلع؟ شو اللي عم بصير عندي هون؟ هيني أنا عم بروح upward باتجاه النيجاتيف بول، وهي نيجاتيف فيكتور. نيجاتيف ونيجاتيف شو بيعطيني؟ positive deflection اللي هي التي ويف. إن شاء الله إنه يكون الحكي واضح، لأنه عارف الصورة معجوقة شوي، بس يعني كان ضروري نعمل هيك عشان نفهم. خلونا نقرأ مع بعض. Let's start with the atrial depolarization. It is facing the left foot. هاي. Approximately. And the vector is positively charged, so LP wave is produced. Now, regarding the ventricular depolarization, we have three parts. First, which is the septal myocardium, and the depolarization vector faces upward to the right arm. حكينا لأنه أكتر بيكون من الليفت، الليفت هي اللي تنقل للرايت، وتوردز وين؟ تووردز النيجاتيف الكترود. سو بتكون ايش؟ نيجاتيف، اللي هي حكينا عنها السمول كيو ويف. البوزيتيف فيكتور فيسز نيجاتيف الكترود، ذن ذا نيجاتيف ديفليكشن كيو ويف از برودوسد. The next part of the ventricle will be depolarized in a vector facing downward as movement as shown. At most of the muscular layer here are so large positive vector facing positive electrode اللي هي left foot, so positive R wave deflection is produced. اللي هي حكينا عنها
هي الانتقال هون، قلنا انه الرايت فنتريكل اكبر ومن انورد تو اوتورد، ف بوزيتيف تجاه بوزيتيف بيعطيني الار ويف. ذا نيكست بارت اوف ذا فنتريكلز ويل بي ديبولارايز ان ذا فيكتور فيسينج داونورد، طبعا حكيناها. اوكي، ذا فاينل فيكتور which is not shown in the picture faces upward and the small leg septal vector which gives the final small negative deflection اللي هي الاس ويف، حكينا عنه اللي هو هون لما نبلش نطلع لباقي الفنتريكل، قلنا تكون بوزيتيف بس راح اتجاه النيجاتيف بلش عنا تبين السمول اس ويف. اوكي، فاينلي ريبولاريزيشن اوف ذا فنتريكلز هابن فروم اوتورد تو انورد از ان نيجاتيف تشارج، ثس ذا فيكتور از نيجاتيف اند فيسز ابورد توورد ذا رايت ارم اللي هي النيجاتيف الكترود، ذن ا بوزيتيف تي ويف از برودوسد. حكينا عنها برضو اخر شيء التي ويف. تمام، هيك ان شاء الله احنا بنكون شرحنا كل اشي، بس هون طبعا بخصوص ايش احنا شرحنا الليد تو، يعني اذا انا غيرت الليد طبعا ما رح اشوفه هيك، عشان هيك مثلا زي لما شرحنا عن الفي 1 والفي 2 قلنا كيف بتبين الكيو ار اس كومبلكس، بتبين نيجاتيف مثلا لانه هو بيعتمد على الزاويه اللي انا بشوف فيها القلب، واي واحد منهم هو النيجاتيف او البوزيتيف الكترود. وهو شغله تاني بالنسبه لليونيبولر ليدز نعتبرهم دائما بوزيتيف، نفس الشيء للتشيست ليدز دائما نعتبر انه التشيست ليد هو البوزيتيف، عشان هيك مثلا لما تفرجنا على هاي الصوره مثلا، اوكي لما تفرجنا مثلا عفوا اوكي على هاي الصوره دلنا نحكي انه صح في عم بيجيها من بنعتبر كل هدول بوزيتيف، وحكينا صح انه عم بيجيني من الرايت فنتريكل بس عم بيعكسني من الليفت فنتريكل اكتر، فايش طلعت نيجاتيف مثلا هون الفي 4 في في 4 في 5 في 6 لانهم اقرب للليفت فنتريكل وعم بتروح تجاههم الالكتريكال اكتيفيتي واللي هي ديبولاريزيشن طبعا بوزيتيف، عشان هيك ايش انا بشوفهم بوزيتيف، فهدول بنعتبرهم كلياتهم بوزيتيف. ال AVR AVL AVF كمان نعتبرهم بوزيتيف، بس الليدز 1 و 2 و 3 هم اللي فيهم قصة انه بوزيتيف و نيجاتيف و ابسو شو. فحكينا بشكل عام احنا بنتفرج وين على ليد 2. تمام، هيك بنكون خلصنا الحمد لله. اذا اي حدا عنده اي سؤال او استفسار ياريت يسألني عنه او يكتب استفساره، وبس يعطيكم العافية وبالتوفيق جميعا.